تقرير مباراة الأهلي والفيصلي التي ضرب فيها الأهلي الفيصلي بنتيجة كبيرة جدا. راقي وبالفعل هو راقي، في إرضائه لجماهيره قدم معزوفة رائعة على مسرح استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، سحقوا ضيفهم بخمسة أهداف موجعة. منصور الحربي بدأ أول الأهداف في هذا اللقاء بإرساله لعرضية أخطأ وسام السويد في إبعادها لتلج في شباك حارسه ديسي ألنتيف، وبداية الغيث قطرة. استمر الأهلي بالضغط واستمر دفاع الفيصلي في الأخطاء. أحمد البحري يتباطأ في إبعاد كرته ليستغلها ياسر فهمي ويراوغ الحارس ويكملها محسن العيسى كهدف ثاني لقلعة الكؤوس. مهندس المنتصف تيسير الجاسم يمرر كرة مميزة لياسر الفهمي ويقدمها الأخير على طبق من ذهب لعبد الرحيم جيزاوي. كل هذه الأهداف والأهلي لا يلعب برأس حربة صريح. الخراشي يصنع هدف تقليص الفارق للكروات برانكو الذي لم يغير من الأمر شيئا. كاماتشو البرازيلي وكعادته يرسل كرة لا يتقنها إلا ابن السيلساو، تيسير الجاسم يعمق جراح الفيصلي بهدف رابع. تيسير 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 مع الأسود المرعبة تخلي الخصم في حيرة. تيسير نجم اللقاء الأوحد يسجل ويصنع ويتسبب بركلة جزاء أيضا صدى لها البديل فيكتور سيموس معلنا قسوة الأهلي على ضيفهم بالهدف الخامس. السفاح قايل لكم قبل لا ينزل هذا السفاح بلغوا عنه. وبذلك نقول الفيصلي هو أول المغادرين تقريبا لهذه البطولة والراقي على بعد ربع خطوة من الارتقاء للدور الثاني من كأس خادم الحرمين الشريفين الأبطال، موجها الرسالة للأندية الأخرى مفادها لن أتنازل عن لقب هذا الموسم. كابتن عمار، الأهلي واضح أنه ينتقم من كل الفرق بعد مباراة الدوري أمام الشباب. أكيد كونه بعد مباراة الدوري مع الشباب الأهلي أعتقد يخطط يعني للبطولة هذه حتى يعوض، وكانت يعني ردة الفعل قوية أمام الفيصلي بنتيجة معناها ثقيلة. والملاحظة الأخرى هو مرة أخرى يعني وجود اللاعبين الشبان مثل الجيزاوي وفهمي اللي كان صاحب. معجب أنت باللاعبين الشبان؟ تحب أكيد لابد من ضخ يعني دماء جديدة في الفرق، أعطاهم فرصة لأنهم هم يعني مستقبل معناها الفريق، وهم خاصة لما يكونوا لاعبين يتسمون معناها بالإمكانيات بالمهارات وبالسرعة. فاليوم كانت رد فعل والتصالح معناها الفريق الأهلي مع الجماهير متاعه، وانظار يعني موجه جديد لهذا لكل فرق في هذه البطولة. خلص الأهلي المهمة خلاص انتهى؟ أعتقد يعني لو أنت مدرب الفيصلي وخسرت اليوم إيش تقول للاعبين المباراة الجاية؟ تبدأ تريح اللاعبين وخلاص؟ أكيد كانوا يجهزوا أنفسهم للإجازة مبكرة. ما نحكي على إجازة، لكن على الأقل تكون فيه يعني ردة فعل، يعني تكون فيه يعني تطالب بالفوز حتى لو كان ما في أمل. لا لابد النظر يعني بوجه مشرف يليق معناها بسمعة النادي مهما كانت يعني الظروف. لابد حتى لو كانت البطاقة ذهبت، حتى لو البطاقة ذهبت فلابد يعني رد الاعتبار، حتى يعني لو نفوز حتى 1-0 يعني لو نفوز يعني بأقل معناها الأهداف ما نقدر نتأهل ولو كرة القدم يعني، لكن ما أعتقدش بصير فيها يعني مفاجأة من الحجم هذا، لكن لابد أن حفظ ما الوجه والنظر يعني بمستوى وتكون فيه معناها ردة فعل، ويكفي الفريق كونه في آخر مشوار متاعه وتخلي على دور الثمانية وما يخجلش يعني من انسحاب ضد فريق مثل فريق الأهلي. طيب كابتن صالح، طبعا يعني نقول مبروك للفريق الأهلي. فريق الأهلي صراحة يعني بعد الخسارة توقعنا بيكون بعد خسارة الدوري توقعنا بتكون في يعني أكيد ردة فعل على اللاعبين سيئة، لكن للأسف البعض يعني يقولك فريق الفيصلي يعني سهل اليوم صيد سهل، ولكن أقولك فريق الأهلي فريق شرس، فريق صعب، فريق يملك نجوم، عنده حلول فردية، عنده شبان. النتيجة كانت قاسية على الفيصلي خصوصا تقريبا شبان تأثر يعني تأثرت من الكابتن عنده لعبة شباب في تقريبا دقيقة تقريبا 20 و 25 3-0 الفريق الأهلي، معناه أنه الفريق الأهلي فرض أسلوب وسيطرت على المباراة وقدر يسجل. وأنا زي ما ذكر الكابتن بعض اللعيبة الصراحة ممتازين، الفهمي والجزاوي، حتى يعني حتى اللعيبة اللي يدخلون في أرض الملعب مع الأهلي أشوف عندهم انسجام. المحسن العيسى
يعني فريق مع يعني فريق معد ومجهز يعني. كابتن ابو تركي انا حقيقة اولا طبعا نتيجة ثقيلة بحق الفيصل. الفيصل لفريق متميز الموسم هذا والموسم الماضي نتيجة ثقيلة ولا تليق بسمعة الفيصلي. لكن هذا لا يعني ان ما نقول الاهلي الف مبروك. والاهلي يعني هذه تحسب ادارته للجهاز الفني كيف قدر يبنوا الفريق نفسيا تجاوز المباراة آسيويا والآن محليا يكسب بخمسة خارج أرضه. الأهلي حقيقة فريق يعني يستحق أنه بطل يعني شباب الأهلي هم أبطال يعني يستحقون الدوري. ولكن الأهلي فريق حقيقة عاد بشكل جميل جدا أضاف افتقد اليوم أكثر من عنصر ومع ذلك حضر حضور جميل أمام فريق. قلنا في هالبرنامج أنه الأهلي السابق في السنوات الماضية اللي كان يفوز أربع مباريات مثلا وبعدين يصير في دروب ثلاث خمس ست مباريات هذا انتهى. الآن في الأهلي اللي ممكن يفوز سبعة ثمانية تسع مباريات وممكن يصير في اختلال في التوازن في مباراة ويرجع يكمل ثمانية عشر مباريات يستمر خلاص. واضح أنه الأهلي أخذ طريق العودة الرسمي من خلال موسم طويل خسر الدوري وصدمة نفسية مفروض تكون عند الفريق. رجع أقوى من الأول ولسه يعني تحس إنه الفريق لسه ما أخذ بطولة الدوري والنفسية والهمة عالية عند اللاعبين. وحيستمر لأنه قاعد الآن جدد مع المدرب يبحث عن لاعبين محليين يفكر في لعيبة أجانب حقيقة يعني الأهلي بعمل احترافي حيواصل.